الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا رب مكملين دي قابلية القسمة على 2 و3 و5 و10، مثل ما اتفقنا المرة الماضية. احنا المرة الماضية بلشنا فيهم، قلنا انه العدد بيقبل القسمة على 2 اذا كان زوجيا، اذا كان العدد زوجي، وانا قلت لكم اذا كان احاد زوجي. متى العدد بيكون زوجي؟ اذا كان احاد زوجي. واثنين القاعدة اللي بعدها كنا نحكي متى العدد بيقبل القسمة على 3، اللي هي إذا كان مجموع أرقامه اللي هي المنازل تبعته الآحاد زائد العشرات زائد المئات من مضاعفات العدد 3. إيش يعني مضاعفات العدد 3؟ يعني موجودة بجدول ضرب 3 بيقبل القسمة على 3. بعدين رحنا لخمسة وعشرة، وقلنا إنه هم كثير كانوا سهلين. الخمسة حاكينا لك إذا كان أحدها 0 أو 5 تتقسم على 5، والعشرة لازم يكون الآحاد فقط 0 عشان يقدر يقسم عليه. طيب بدنا اليوم إن شاء الله نحل مع بعض الأسئلة اللي موجودة بالكتاب. هيك نبلش من هون. بقول لك ارسم دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 2. احنا متفقين الأعداد اللي بتقبل القسمة على 2 اللي الأعداد اللي بيكون آحادها زوجي. طب يلا ال 27 أحادها زوجي؟ لا، معناتها ما بتقدر تقسم على 2، ما بحط دايرة عليها. 14 شو أحادها زوجي؟ معناتها بتقدر تقسم على 2، بحط دايرة عليها. هلا 96 أحادها 6، معناتها العدد هذا زوجي بيقدر تقسم على 2، بحط دايرة عليها، صح؟ هلا نيجي لل 45، 45 أحادها 5، و5 مش عدد زوجي، معناته هذا مش عدد زوجي، إذا لا يقبل القسمة على 2، ما بحط دائرة عليه. آخر وحدة اللي هي 16، ال 16 عدد زوجي، معناته يقبل القسمة على 2. إذا هي حطيت دائرة على الأعداد إيش؟ على الأعداد الزوجية اللي هي التي تقبل القسمة على 2. هلا اللي بعده بقول لك ارسم دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 3. هلا متى الأعداد بتقبل القسمة على 3؟ اللي إذا جمعتهم إيش بيعطيك من مضاعفات 3. طب يلا نجمعهم، نجمع ونشوف. هل ال 65 تقبل القسمة على 3؟ اجمع 6 زائد 5، 6 زائد 5 11. ال 11 هاي موجودة بجدول ضرب 3؟ لا، معناته ما بحط دائرة أول وحدة، إذا هذا لا يقبل القسمة على 3. هلا نيجي للي بعدها، 3 زائد 2 زائد 1، 3 زائد 2 5، 5 زائد 1 قديش؟ الجواب 6. إذا يقبل القسمة على 3، بحط دائرة عليه. ليه؟ لأنه لما جمعتهم طلع معي 6، و6 موجودة بجدول ضرب 3، معناته العدد 321 يقبل القسمة على 3. إذا عمين حط دائرة على العدد الثاني، فليجمعي على هذا العدد لأنه هو اللي بيقبل القسمة على 3. طيب تيجي نجمع بعده، اجمع معي 5 زائد 1 كمان 6. طيب الستة بتقبل القسمة على 3؟ موجودة بجدول ضرب 3؟ نعم، الستة بتقسم على 3، معناته العدد يقبل القسمة على 3. طيب إذا بنحط دائرة عليه، صح؟ هي 51 يقبل القسمة على 3. طيب نشوف اللي بعده، عندك 74 و92. يلا 7 زائد 4، 7 زائد 4 11. طيب 11 هاي موجودة بجدول ضرب 3؟ لا، أصلا 11 عدد أولي، ما رح ألاقيه بجدول ضرب حدا إلا نفسه. إذا ال 11 مش موجود بجدول ضرب 3، معناته ال 74 لا تقبل القسمة على 3، ما بحط دائرة عليها. شوف اللي بعدها، هلا 9 زائد 2 نفس الإشي، اجمعهم. 9 زائد 2، 9 زائد 2 قديش؟ 11. هل ال 11 موجود بجدول ضرب 3 تقبل القسمة على 3؟ لا، معناته أيضا ال 92 عدد لا يقبل القسمة على 3. طيب نيجي لمين؟ نيجي للي بعده،
نشوف ثلاث ارسم دائرة حول الأعداد التي تقدر تقسمها على خمسة. متفقين إنه متى العدد يقدر تقسمه على خمسة؟ إذا كان أحاد صفر أو خمسة. ممتاز. طيب يلا نشوف الأربعة وثلاثين أحادها صفر أو خمسة؟ لا، معناته لا تقدر تقسمه على خمسة. 96 أحادها صفر أو خمسة؟ لا، أحادها ستة، لا تقدر تقسمها على خمسة. 80 أحادها صفر، والصفر إذا إحنا حكينا لازم يكون أحادها صفر أو خمسة. طيب هاي طلع الأحاد صفر، معناته 80 تقبل القسمة على خمسة. لنيجي للي بعدها 65، شو أحادها؟ خمسة، معناته تقبل القسمة على خمسة. آخر وحدة 72 أحادها 2، إذا لا تقدر تقسمها على 5. هلا رقم 4 بقول لك ارسم دائرة حول الأعداد التي تقدر تقسمها على 10. مين اللي بيقدر يقسمها على 10؟ اللي بيكون أحاده صفر فقط. فيلا مين؟ عندك 90، هاي لا، هاي لا، معناته مين كمان؟ ال 20. هم الوحيدين ال 20 و 90 هم اللي أحادهم إيش؟ أحادهم صفر. ومتى العدد اللي بيقدر يقسمها على 5؟ إذا كان أحاده صفر. طيب طيب الآن خلينا نكمل نشوف سؤال سؤال رقم 5. بقول لك أعد خباز قطعة خبز طولها 70 سنتيمتر، هل يمكنني تقسيم قطعة الخبز إلى قطع صغيرة طول كل منها 10 سنتيمتر؟ إيش يعني تقسيم قطعة الخبز؟ يعني قسمة، صح؟ أنا قلت لكم دائما لما أقول لك تقسيم توزيع معناته حستخدم عملية مين؟ حستخدم عملية القسمة. إذا بدي يقسم عنده هايها قطعة خبز، هاي قطعة الخبز طولها 70 سنتيمتر، تمام؟ هلا هاي قطعة الخبز بدي أقسمها هيك، بقول لك بدي أقسمها بحيث يكون قطع صغيرة طول القطعة الصغيرة 10 سنتيمتر من دون أن يتبقى منها شيء. هل بيقدر إنه يقسمها ولا ما بيقدر؟ طب تعال نشوف، هل العدد 70؟ شوف السؤال اللي إحنا بنسأله لحالنا، شوف بنسأل حالنا هل العدد 70 يقبل القسمة على 10؟ هلا إذا العدد 70 بيقبل القسمة على 10، أنا بقدر أقسم قطعة الخبز زي ما هو بده. إذا ما قبلت القسمة على 10 معناته أنا ما بقدر أقسم قطعة الخبز زي ما هو بده. طيب يلا نشوف، طب 70 أحادها صفر، اللي بيكون أحاد صفر بيقبل القسمة على 10، إذا نعم يقبل القسمة على 10، معناته بيقدر هذا الخباز يقسم قطعة الخبز تبعته لأقسام صغيرة طول القسم 10 سنتيمتر. إذا شو بده بالسؤال؟ بدي أشوف إذا هل 70 تقبل القسمة على 10 ولا لا؟ إذا قبلت القسمة على 10 معناته بيقدر يقسم قطعة الخبز تبعته، إذا ما قبلت القسمة على 10 معناته ما بيقدر يقسم قطعة الخبز تبعته. طيب ممتاز، نشوف اللي بعده. هلا هذا السؤال تبع الجدول، بدي احط مين فيهم بيقبل القسمة ومين فيهم ما بيقبل القسمة، نعطيني العدد 75. هل ال 75 تقبل القسمة على 2؟ متى العدد اللي بيقبل القسمة على 2؟ إذا كان أحده زوجي، إذا 75 ما بتقبل القسمة على 2؟ لا، اكتب له لا، لا تقبل. ليه؟ لأنه أحده 5 وال 5 مش عدد زوجي. طب هل ال 75 تقبل القسمة على 3؟
عشان نشوف إذا هي بتقدر تسمع ثلاث أو لا، لازم نجمعهم. اجمعهم. سبعة زائد خمسة، سبعة زائد خمسة 12. طب هل 12 موجودة بجدول ضرب الثلاث؟ نعم. إذا العدد 75 يقبل القسمة على ثلاث، بحط صح عندي الثلاث. طب بيقدر تسمع على خمسة؟ نعم. ليه؟ لأنه آحاده خمسة. طب هل يقبل قسمي على عشرة؟ لا، لأنه العشرة بدها يكون آحاده صفر، هو آحاده خمسة. طيب نشوف اللي بعده. الآحاد صفر، والصفر عدد زوجي، إذا يقبل قسمي على اثنين. طب نشوف يقبل على الثلاث، اجمعهم. سبعة زائد تسعة زائد ستة زائد صفر. تعال نشوف. سبعة زائد تسعة 16. طب 16 زائد ستة 22. إذا قديش طلع الجمع؟ 22. طب 22 هاي موجودة بجدول ضرب الثلاث؟ مو موجودة بالثلاث، ما بتقسم على الثلاث، إذا لا يقبل القسمة على ثلاث. طيب نشوف تقبل القسمة على خمسة؟ حالها صفر، إذا نعم تقبل القسمة على خمسة. طب تقبل القسمة على عشرة؟ أيضا نعم. ليه؟ لأنه أحادها صفر. نيجي للرقم اللي بعده. هلا إيش؟ 384. أحادها أربعة، والأربعة عدد زوجي، إذا يقبل القسمة على اثنين. عشان أعرف إذا تقبل القسمة على ثلاثة ولا لا، لازم أجمعهم. ثلاث زائد ثمانية زائد أربعة. يلا، ثلاث زائد ثمانية 11، 11 زائد أربعة 15. هل 15 موجودة بجدول ضرب الثلاث؟ نعم، هاي موجودة. إذا موجودة، إذا العدد يقبل القسمة على ثلاث. طب نشوف يقبل القسمة على خمسة؟ لا، لأنه أحاده أربعة. يقبل القسمة على عشرة؟ كمان لا، لأنه أحاده أربعة، ولازم يكون أحاده صفر. هلا نشوف الرقم اللي بعده. هلا هون خط تحت الآحاد، آحاد خمسة. خمسة مش عدد زوجي، معناته لا يقبل القسمة على اثنين. طب نجمعهم عشان نشوف يقبل القسمة على ثلاثة ولا لا. ثلاث زائد سبعة زائد اثنين زائد خمسة. ممتاز. يلا نجمعها. ثلاثة سبعة عشرة، صح؟ زائد اثنين 12، زائد خمسة 17. هل 17 موجودة بجدول ضرب الثلاث؟ لا، معناته لا يقبل القسمة على ثلاث. أحد وخمسة بيقبل القسمة على خمسة. يقبل القسمة على عشرة؟ لا، لأنه يجب أن يكون أحد وصفر. هلا اللي بعده. هلا هون أحد صفر، والصفر عدد زوجي، إذا يقبل القسمة على اثنين. اجمعهم. تسعة زائد صفر يساوي تسعة. التسعة موجودة بجدول ضرب الثلاث، إذا يقبل القسمة على ثلاث. نعم. طيب هل التسعين بتقبل القسمة على خمسة؟ أحادها صفر، والصفر يقبل القسمة على خمسة. اتفقنا إذا كان أحد صفر معناته بيقبل القسمة على خمسة. يقبل القسمة على عشرة؟ كمان نعم، لأنه أحاده صفر. إذا هاي جاوبنا كل الأسئلة بالجدول، شفنا له كل عدد فيهم بيقبل قسمة اثنين ثلاثة وخمسة ولا لا. طيب طيب نكمل نشوف السؤال الآن. خلينا نشوف سؤال رقم سبعة. بيقول لك بسبعة عندك الأرقام صفر وواحد وخمسة وستة. بقول لك بدي اياك تكتب رقم فردي. شوف ايش يعني فردي؟ يعني احاده لازم يكون فردي، تمام؟ يعني الاحاد لازم يكون واحد او خمسه، لانه انا شو عندي ارقام هون؟ عندي سته وخمسه وواحد وصفر. السته والخمسه اعداد زوجيه،
تمام؟ لكن الخمسة والواحد أعداد فردية، إذن الآحاد يجب أن يكون فردي، وبنفس الوقت بيقبل القسمة على خمسة، يعني لازم يكون فردي وبيقبل القسمة على خمسة. مين الفردي اللي بيقبل القسمة على خمسة؟ الخمسة، هي استبعدت كل الإجابات، استبعدت كل الأرقام عفواً. الصفر والستة أعداد زوجية، معناته مش هستخدمهم بالآحاد. يقبل القسمة على خمسة معناته إيش؟ معناته الخمسة الواحد ما بتقبل القسمة على خمسة. إذا أنا بدي أكون هذا الرقم رح يكون آحاده خمسة عشان يقبل القسمة على خمسة. باقي الأرقام بدي أرتبهم بحيث يكون أكبر ما يمكن، عشان يكون أكبر ما يمكن أحط ستة بالألوف، هي أكبر إشي، 6000 أكبر إشي، بعدين واحد، بعدين صفر. هذا أكبر ما يمكن إني أعمله من هذه الأرقام، 6105، 6105 عدد فردي لأنه أحاده فردي، وبيقبل القسمة على خمسة لأنه أحاده خمسة. طيب بدي آخر سؤال بدي أحله، اللي هو السؤال هذا، بيقول لك ضع عدد في المربع ليصبح الناتج أو ليقبل العدد إيش القسمة على ثلاث. بدي أحط عدد بالمربعات الفاضية عشان يصير هذا الرقم يقبل القسمة على ثلاث. خلينا نبلش بأول وحدة. هلا عندك سبعة وثلاث، هلا هي سبعة زائد ثلاث عشرة. طب قديه بقدر أضيف للعشرة بحيث يصير هذا الرقم يقبل القسمة على ثلاث؟ مين الحد اللي بيقبل القسمة على ثلاث بعد العشرة على طول؟ اللي هي 12، صح؟ مش 12 بتقبل القسمة على ثلاث، موجودة بجدول ضرب الثلاث. إذا قديش لازم أزيد على العشرة عشان تصير 12؟ 2. معناته شو بقدر أحط هون؟ بقدر أحط 2. هلا بجدول ضرب الثلاث في أشياء كثيرة، فأنت بتقدر تجمع اللي بدك إياه، تمام؟ هي مثلا 7 زائد 3، عندك جدول ضرب الثلاث بعد ال 12 15، يعني بقدر أحط هون كمان 5. إذا 3 بقدر أضيف 5 عشان برضه ب 5 بصير الجواب 15، لو حطيتها هون 5 بصير الجواب 15، وال 15 موجودة بجدول ضرب الثلاث، وهون 12 وال 12 موجودة بجدول ضرب الثلاث، تمام؟ إذا هاي إيش؟ شفت كتبت أرقام، تقدر تكتب أرقام ثانية بحيث إنه يضل من جدول ضرب الثلاث. هلا اللي بعده 6 1، طب شو بدي أحط هون؟ طب اجمعهم 6 1 7. طب عشان يقبل القسمة على ثلاث لازم يكون من جدولها. طب مين؟ بقدر أعملها لحد 9، مش هم 7. 7 زائد 2 قد ايه بيصيروا؟ بيصيروا 9، معناته بقدر احط 2، تمام؟ طيب هلا السبعة برضو شو بقدر اضيف لهم؟ بقدر احطها 5. ليش بقدر احطها 5؟ بحيث يصير المجموع 12، وال 12 ايضا تقبل القسمة على 3، فبصير العدد كله يقبل القسمة على ثلاث. طيب نشوف آخر وحدة، في عندك في النص واحد واثنين ثلاث، هي جمعتكم، واحد زائد اثنين ثلاث. طيب عشان يصير بيقبل القسمة على ثلاث لازم يكون مجموعة من مضاعفات الثلاث. طيب الثلاث نفسها تقبل القسمة على ثلاث، إذا عادي أخليه زي هيك وأكتب صفر، صح؟ لأنه مجموع الواحد والاثنين ثلاث، ثلاث تقبل القسمة على ثلاث، معناته إذا حطيت صفر بيضل بيقوى القسمة على ثلاث. طب وإيش كمان بقدر أحط؟ إذا حطيت إيش كمان ثلاث شو بتصير؟ بتصير ستة. إذا بقدر أحط كمان ثلاث، طيب إذا إيش كمان بقدر أضيف؟ بقدر أضيف ستة، ثلاثة ستة تسعة، إذا بقدر أحط كمان ستة بصير يقبل القسمة على
ثلاث. طيب هو هذا بس كان بدي اياك تجرب اي شيء، اي ارقام بتجربها لهم انه لما تجمعهم يطلعوا من مضاعفات الثلاث. هلا هيك بنكون انهينا حصه اليوم. خلينا نوقف لهون، نشوف اسئلتكم، والمره الجايه ان شاء الله بنبلش باللي بعده.